الرئيس السيسي والعاهل الأردني يعقدان مباحثات قمة في عمان تركز على الأوضاع في قطاع غزة وتبحث تعزيز العلاقات الثنائية. قوات الاحتلال تنهي عملية استمرت أسبوعين في مجمع الشفاء الطبي وتخلف دمارا واسعا ومئات الشهداء. إسرائيل تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية وتسقط قتلى من الحرس الثوري والدبلوماسيين، وطهران تتوعد برد حاسم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلام الله إلى أرض الوطن عقب زيارة قصيرة أجراها للأردن. وكان الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد عقد مباحثات قمة في العاصمة عمان تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمان أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدا الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وأيدا رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما حذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وطالب الزعيمان بضرورة ضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عراقيل لإغاثة المنكوبين في كافة مناطق القطاع، وتم التجديد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والتمسك بحل الدولتين. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته فور وصولهما العاصمة الأردنية عمان. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي والسيدة قرينته وعزف السلام الجمهوري للبلدين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. يأتي القرار الجمهوري بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق 1 شوال عام 1445 هجريا وعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل الجاري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق نتائج إيجابية لتدعيم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع لاستعراض ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والوزارات المعنية لإعداد الملفات الفنية الخاصة بمؤتمر الاستثمار
الذي سيعقد في 29 من يونيو المقبل، بما يتضمنه من أجندة ومتحدثين وأهم الموضوعات المقرر طرحها واتفاقية التعاون التي سيتم توقيعها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الطروحات الحكومية هو توجه أساسي للدولة منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. خلال اجتماع لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، أكد مدبولي أن ما يهمنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف المواني في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في المواني وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق. وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الالتزام في الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من اليوم. تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الكهرباء حول إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا. ويأتي التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة من 10 إلى 15%، ونتيجة لذلك لتلك المبادرة فقد تم تحديد سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة ليكون 85 جنيها، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيها، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداء من غد الثلاثاء. وفي ضوء تلك الأسعار المعلنة سيكون السعر للمستهلك 95 جنيها للدواجن كحد أقصى و145 جنيها للبيض. في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للاطلاع على كيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتعرف على إمكانات الأكاديمية العلمية والتدريبية والبحثية في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أبناء الوطن بكافة انتماءاتهم الجامعية. كلية الشرطة أنا عارفة أنها هي صرح كبير جدا في مجتمعنا، وكان لازم الولاد يجوا يشوفوا إزاي الطلاب هنا بيتعاملوا وإزاي بيعيشوا حياتهم يوم كامل، إزاي بيتعلموا ويتدربوا ويدخلوا محاضرات، وفي نفس الوقت بيبقى فيه سوشيال لايف، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تمارين أو تدريب على كل الاتجاهات أو كل المجالات. شملت الزيارة الكيانات التعليمية التي تضمها الأكاديمية والتي تستخدم في إعداد الكوادر الأمنية علمياً إلى جانب التدريب، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويين الإقليمي والدولي، وسط إشادة كبيرة من الطلبة بالجهد المبذول لإعداد الكوادر الأمنية لتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في حفظ أمن واستقرار الوطن.
وعلى مستوى التدريب الميداني الذي يتلقاه طلبة كلية الشرطة خلال فترة دراستهم، قام الطلبة بزيارة مجمع ميادين التدريب القتالي والذي يضم عدداً من الميادين التي تحاكي الواقع العملي، شاهدوا خلالها بيانات عملية تعكس كفاءة الطلبة في أداء المهام الموكلة إليهم، حيث التدريب يتم وفقاً لبرامج تدريبية متطورة تحاكي متطلبات العمل الأمني المعاصر. شفت حاجات كتيرة قوي كان نفسي أشوفها، كنت كل اللي أنا بشوفه بس كان بيبقى على التلفزيون بس، بس أنا فخورة إن أنا شفتهم ولاد وبنات كتير مشاركين في الموضوع ده وبالذات البنات صراحة. شايف إعداد قوي وماهر إن يقدر يخرج ناس من الأكاديمية هنا يعني محترفين ويعني بروفيشنالز في حتة إن هما الاقتحامات وكده. الجولة شملت ميادين التدريب الفني الأمني بنظام المحاكاة والتي يتدرب فيها الطلبة على مختلف مجالات العمل الشرطي، فهي مجهزة بكافة الاحتياجات الأمنية التي تساعد على إكسابهم مهارات أمنية متطورة تساعدهم على أداء رسالتهم الأمنية عقب التخرج. ما كنتش متخيلة إن أنا هشوف الحاجات دي كلها، بالذات من انكم يعني بالذات ان في بنات وبيتدربوا وكده. اكتر حاجه لفتت نظري في المكان هي الكفاءه الموجوده وتدريبات على اعلى مستوى. شملت الجوله مشاهده عروض متنوعه للخياله التي تم خلالها استعراض مهارات ركوب الخيل والقدره التي يتمتع بها الطلاب في التقاط الاوتاد وغيرها من العروض المتنوعه التي تؤكد مدى الاهتمام بالرياضه الفروسيه. وشاهد الطلبة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والتي تستخدم في أداء بعض المهام الأمنية بخاصة في عمليات التمشيط والكشف عن المواد المخدرة، حيث تم أداء بعض البيانات العملية في هذا الإطار. بصراحة حاسة أن أنا اكتشفت أن في حاجة كتير قوي جوه أكاديمية الشرطة ما كنتش أعرفها، في مجالات مختلفة ما كانش عندي علمي بيها. أكاديمية الشرطة صرح علمي متفرد بين نظيراتها على مستوى العالم بما تضمه من كيانات تعليمية وتدريبية وما تطبقه من برامج متطورة لإعداد رجال شرطة قادرين على مواجهة كافة التحديات الأمنية مزودين بالعلم والخلق والواجب. أكاديمية الشرطة صرح تدريبي وتعليمي متميز يزخر بالعديد من الميادين التدريبية المتوافقة مع المعايير الدولية في مجال التدريب، إضافة إلى المرافق التعليمية المختلفة. الأكاديمية تفتح أبوابها أمام طلاب الجامعات للاطلاع على الدور الذي تقوم به في إعداد رجال الشرطة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. حذر وزير الخارجية سامح شكري من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وخلال استقباله نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، شدد شكري على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقراره بشأن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وجدد شكري رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية التي استمرت أسبوعين في مجمع الشفاء الطبي في غزة وسحب قواته ودباباته من محيط المجمع. وزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية انتهت دون إلحاق أضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية، بينما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشال جثامين نحو 300 شهيد من داخل المجمع الطبي ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال.
ابويا كلمني قال لي كيكه وكان عم ياسر دلوقتي احنا ما عرفناش اللي من عم ياسر ابويا اللي قال بعد أسبوعين من الحصار والعدوان على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عملياته العسكرية وسحب قواته ودباباته من محيط المستشفى. جيش الاحتلال زعم قتل نحو 200 مسلح فلسطيني في اشتباكات داخل المجمع وضبط أسلحة ووثائق مخابراتية فيما سماها بعملية التمشيط الواسعة، مدعيا عدم إلحاق أضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية. السلطات الصحية في غزة فندت كذب وادعاءات الاحتلال، مؤكدة انتشال جثامين نحو 300 شهيد من داخل المجمع الطبي ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، فيما أكد الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية نفذت إعدامات ميدانية داخل المجمع. وكما البشر لم يسلم الحجر من بطش الاحتلال الغاشم، فالمجمع الطبي الحكومي الذي يضم 3 مستشفيات تخصصية ويعد أكبر مؤسسة صحية داخل القطاع غابت معالمه بالكامل نتيجة الدمار الذي لحق به، كما تم إحراق مباني المجمع وخروجه بالكامل عن الخدمة. نشدت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي نشدت ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس وجنوبي قطاع غزة وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية. وفي بيان لها قالت الوزارة إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ما يحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية خاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 78 بعد 100 على التوالي. واستهدفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في حي البرازيل جنوب شرق رفح، بينما قصفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع. واستهدفت قوات الاحتلال منطقة المغرفة شمال المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات بوسط قطاع غزة وبيت لهيا بشمالي القطاع. وأكدت السلطات الصحية بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 63 شهيدا و94 مصابا، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا. يقوم مكتب خدمة المواطنين التابع لمحافظة شمال سيناء بمستشفى العريش العام بتقديم كافة الخدمات الإنسانية للجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم منذ أكثر من 6 أشهر. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. مشاهدينا الكرام، زملائي في الاستوديو، على مدار 6 أشهر منذ بداية الأزمة ومركز خدمة المواطنين التابع لمحافظة شمال سيناء والكائن بمستشفى العريش العام يواصل تقديم خدماته الإنسانية على مدار الساعة فيما يتعلق بالجرحى والمصابين الفلسطينيين وأيضا مرافقيهم، سواء خلال شهر رمضان المبارك بتقديم وجبات الإفطار والسحور الطازجة وتقديم كافة المستلزمات المعيشية والحياتية للجرحى والمصابين ومرافقيهم، مرورا أيضا بهذه المستلزمات الطبية من الكراسي المتحركة والمشايات وغيرها. وهم في واقع الأمر في استضافة يعني هذا المركز
دائما يستضيف الجرحى والمصابين ومرافقيهم الذين يترددون دائما على المستشفيات لتلقي الخدمة، وواقع الأمر يجدوا كل الخدمات التي يمكن أن تقدم لهم من مأكل ومشرب وملبس وطعام وكل ما يلزم لهم من خدمات على مدار الساعة. أيضا ما يقدمه مركز خدمة المواطنين ينسحب على العديد من المراكز الأخرى التي تقدم من خلال محافظة شمال سيناء، سواء في مستشفى الشيخ زويد أو مستشفى نخل أو أيضا مستشفى بير العبد، وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام للجرحى والمصابين الفلسطينيين على مدار الساعة. يمكن بالتزامن أيضا مع هذه الخدمات التي تقدم من خلال مركز خدمة المواطنين أو مكتب خدمة المواطنين، هناك أيضا وجبات الإفطار والسحور يوميا التي تذهب لقطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، والذي يقوم بتجهيز وإعداد ما يقرب من 30,000 وجبة إفطار، وأيضا ما يقرب من 42,000 وجبة سحور يتم تسليمها في تمام 3 عصرا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا على إرسالها إلى أهالي قطاع غزة. كل طبعا هذا بالتزامن مع استقبال مطار العريش لعدد من الطائرات، وأيضا استقبال ميناء العريش لعدد من السفن المحملة بمختلف المساعدات، وأيضا عمليات الإنزال الجوي المستمرة لمنطقة شمال قطاع غزة تحديدا، حيث يتعذر وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة جنوب ووسط قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني وعدد من العناصر فيه، فضلا عن عدد من الدبلوماسيين، إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 8 أشخاص، من بينهم القيادي البارز في فيلق القدس بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي. وأوضحت السلطات الإيرانية أن قنصليتها تم استهدافها ب6 صواريخ أطلقتها مقاتلات F-35. كانت دمشق قد أعلنت تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه ألحق دمارا كبيرا بالمبنى إضافة إلى أضرار بالمباني المجاورة. هذا وأدان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أدان بشدة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. من جانبها توعدت إيران برد حاسم على الهجوم الإسرائيلي على مقر قنصليتها في دمشق. وحمل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إسرائيل مسؤولية عواقب الهجوم، معتبرا الهجوم الإسرائيلي انتهاكا لكل المواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى رد حاسم بعد الهجوم الإسرائيلي. نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر 6 بمقر بيت الشباب بمحافظة الإسماعيلية. يهدف المؤتمر لتوحيد رؤية ورسالة المؤسسة ودمجها في الخطط التنفيذية للبرامج والأنشطة مع رفع جودة الخدمة. تحت شعار قوى إنسانية بكفاءة وفاعلية، نظمت مؤسسة رعي مصر أحد أعضاء مؤسسات التحالف الوطني المؤتمر 6 لموظفيها بمقر بيت الشباب بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من أعضاء المؤسسة. الهدف الرئيسي هو رفع الكفاءة للعمل الوظيفي والخدمة الإنسانية اللي بتقدم من مؤسسة رعي مصر في المجتمع، مش بس رفع كفاءة، ان احنا كمان نكون اشخاص فاعليين مؤثرين موجودين في المجتمع. النهاردة كان اول مؤتمر اللي احضره، مؤتمر مهم فجذب معايا، فرج معايا جدا، اتعلمت ان الخدمة اهم شيء والحب والتعاون، وان في مؤسسة راعي مصر فيها ابداع وابتكار، مش حاجة تقليدية خالص. المؤتمر يهدف الى توحيد رؤية ورسالة المؤسسة ودمجها في الخطط التنفيذية للبرامج والانشطة مع رفع جودة الخدمة من خلال تفضيل مصلحة المؤسسة ونشر اجواء من الانتماء وتفعيل فكر تكامل البرامج في التنفيذ
وذلك من خلال أهداف محددة نحو رؤية موحدة لكل العاملين في رعي مصر وإعلاء مبدأ المصلحة الفضلى للمؤسسة وترجمة الرؤية إلى خطط وإجراءات للتنفيذ وللتركيز على مبدأ القائد الخادم. إحنا النهاردة في المؤتمر السنوي الخاص بمؤسسة رعي مصر، قوة إنسانية بكفاءة وفعالية للموظفين بتوع المؤسسة. إحنا بنتكلم على الخادم في المؤسسة، إن أنت إزاي تكون خادم بقلب خادم، مش مجرد موظف بتأدي وظيفة وبتنتهي. الفعالية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، وذلك في جميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. عندنا دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسة، عنوان الدورة التدريبية ديت هي قوة إنسانية بكفاءة وفعالية. احنا معروفين اصلا عن رعي مصر احنا بنشتغل بإنسانية عالية جدا وبمنتهى المحبة للمجتمع كله، فالنهاردة بنحط كمان أسس لإزاي الإنسانية تبقى بكفاءة وفعالية. وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خدمة فئات كثيرة من أطياف المجتمع، وذلك منذ انطلاقها في شهر مارس عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
انتهت نشرتنا، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من العناوين. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يعقدان مباحثات قمة في عمان تركز على الأوضاع في قطاع غزة وتبحث تعزيز العلاقات الثنائية. قوات الاحتلال تنهي عملية استمرت أسبوعين في مجمع الشفاء الطبي وتخلف دمارا واسعا ومئات الشهداء. إسرائيل تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية وتسقط قتلى من الحرس السوري ودبلوماسيين، وطهران تتوعد برد حاسم.